كان احنا اوريدي حطينا بلان ان الماتشين دول كنا مظبطينهم ان احنا هنخش. البلان اتاخر شويه لما هو كمان حس لما الضغوط بدات تعلى وبدا يحس ان البطوله الافريقيه هي اللي ممكن تحسم مصيره او مصير الجهاز بمعنى اصح في التكمله او لا، فبدا هو يتوتر شويه وبدا يرجع لفكره طب هنستخدم اللعيبه اللي عندها خبرات دوليه ونبعد شويه عن اللعيبه اللي ممكن تبقى المباريات تقيله على المستوى الدولي لسه ما خدوش الخبرات الدوليه، مع شويه اعتراضات. يعني كان هتكلم على الجزئيه الخاصه بيا، انا بتكلم كل ده خطوط العامه احنا كنا ماشيين ازاي. فبدا يفكر في عوده بقى عبد الله السعيد ونعتمد تاني على وليد سليمان، ممكن وليد سليمان كان فتره اصابه بعد قال انا عارف ان هو لعيب كويس ممكن صفات انه لعيب، الناس اللي اعرف انه لعيب اجريسيف هيفيد الفرقه، هيفيد الفرقه ولعيب عنده روح وقلب، فليه لا يكون موجود. كنت بطرح اسم احمد علي باستمرار، فاه ممكن احمد علي يخش لان برضه من الناس اللي كان هداف الدوري، لكن هو كان اعتراضه شويه على موضوع السن شويه.